معكم حسين رحيمي. كيفاش بديت مع فريق الرجاء؟ بديت كأي واحد تيدخل فريق الرجاء، دخلت حتى انا ليكول، بديت معاهم تدريجيا، بديت نتريني مع ليكول. المهم بدينا تنطلعوا من المينيم للكادي، الكادي جونيور، دابا تندربوا عند نبيل مسلوب، كنلعب كمهاجم امامي، والطموح ديالي كأي لاعب يبغي يحمل قميص فريق الرجاء البيضاوي ولما لا المنتخب الوطني. واش الاخ ديال سفيان رحيمي شجعك انك تزيد في الحلم ديالك انك تلعب فريق الرجاء فريق اول؟ الصراحه فاش لعب سفيان في الرجاء ولاو كيبانوا لي شي حوايج اللي كانوا صعاب ولاو ساهلين بالنسبه ليا، ما بقيتش ناخذ قدوه من بعيد، وليت تنشوفه ها هو ولا تعطيني نصائح ولا تزيدني شحال من حاجه باش ما نتراجعش على التدريب ديالي ونبقى في مستوى زوين باش حتى هو يشوفني كيما بغى. والحمد لله انا غادي على الخطه اللي دار هو وانا غادي عليهم الحمد لله، وتنتمنى ان شاء الله نكون بحال خويا ما لا محسن كاع. صراحه دابا وليت تنتفرج في جوج حوايج، تنتفرج في الراجو وخويا. الصراحه كاع الدراري كاملين بحال خوتي كاع، ولكن فهمتي سفيان واحد الحاجه في شكل كبرنا مجموعين وكبرنا في شكل، وكنا كنمشيو راماسيو بجوج، تفاش نشوفو لاعب تنحس بشي احساس في شكل. الصراحه تيكون احساس زوين تشوف خوك تيلعب وتتفرج فيه مع داركم وتتعطي به المثال في شحال من بلاصه. الحمد لله قبل من اي ماتش تنحس بشي حاجه، تنقول لي سفيان راه ان شاء الله غتدخل غتماركي، بحال ما تتلخر ضد بركان صيفط لي ميساج في واتساب، قلت لي ان شاء الله غتكون لون دي ماتش وغتماركي ان شاء الله ما خيبنيش، وماركه جوج بيوتها وكان يعطي الكثير ان شاء الله. الحاج ماشي الاب ديالنا راسنا حنايا، الاب ديال كاع الرجاويين تيموتوا عليه كاع الرجاويين، فهو ما خداش الكثير والحمد لله عطى الرجاء سفيان اللي كان الحلم ديالو يعطي شي لاعب فريق الرجاء ولا الابن ديالو يكون لاعب فريق الرجاء البيضاوي. فسفيان حقق ليه الحلم ديالو وان شاء الله انا نحقق ليه الحلم ديالو ولا كتب لينا الله ان شاء الله. وتنشكر الاخ امين الاكبر حتى هو لي الفضل الكبير، حتى هو تيعاوني وتيعطيني رسائل تحفيزيه وكيعاوني بزاف في الحوايج، شحال من حاجه شحال هذيك في الصغير كان كيشري ليا كوداسات بوحدو، كان اي كوداس كيخرج تيجيبو ليا تنفرح، كنت كنلبس الصباط زعما زوين. حتى هو شكرا ليه بزاف، الشكر ديالو بين يديه مع لي زونترينور اللي معاه، كنشكرهم في الاجواء اللي كيعيش فيها مع الفرقه. ماتني حنا ما بغيناش نحرمو، كان في قطر كنبغي يشدو شي وحدين تبقى معنا وتعمانا لكم ديمو ندير معاك كونترا هنا كلام. لا الراجا شنا احكي لك يا ولدي، شا بغيتيني نقول على البالماريس نحكي ولا على الجمهور؟ ديما راجا